لقيته فاش جا الكيلو على الراس ديالو بعدا فاش جا زف عليه خاني اللي مع محسن راه داخل كي ما طاحش لقيت لي ناض محسن الموس داه وجابو جوج مرات فاش خرجوا ليه مصارنو بسبب المخاصبه شي حاجه وصلت للزوير شي حاجه وصلت للزوير اشنو هي الحاجه ما واش شي تصاور ولا شي حاجه اللي وصلتو اللي خلاه نفعل وجا المحسن هذا التصاور علاش اشنو كيديروا واش على الخط ديالو ولا شي حاجه وصلاتو اللي خلاته ولات هو فحال الهستيريه بلا ما يشعر ويهود ليه عاود جينا من ينزل عنده اشنو وقع بالضبط قبل ما ينزل عنده كان هو صاحب افرام كانوا وياه مناقشين حدا السبيطار على شي حاجه في التليفون فهمتي منفعلين بزاف درجه اللي حيد الكاندوره ديالو ولوى على الايد ديالو وهز السلاح في يديه وصاحبو تا هو هكاك تما جاي كيجريو جا واحد مختار طل الافرم هو الاول ورجع ويقول الافرم الزوير شكون اللي غيسبق انا ولا تا هو سبق افرم يسبق افرم قلب الطابله جا زوير نقز جا المحسن من اللور زف عليه من هنا عود لي هاد الكتف ديالو من هنا لمن المحسن محسن دار زف كاس هو الاول من زفها بالكاس يجي يديك القهوه عندنا في الصناك عندنا نادو صحابو اللي معاه بداو كيزفو بالبيره بالكيلوات ماش هادشي تقريبا بالضبط غتكون الخمسة ونص ستة بحال هكاك والبيره فين كانت؟ كانوا كيشربوا حاطين صنادق ثلاثة وكيشربوا الشباكي والحبايب والمحسن كانوا كيشربوا بعد ملي بداو تيزفو بالقرار كيزفو قلبوا الصنادق اللي قاعدين عندهم وجبدوا المضى جبدوا الماس محسن وزهير الله يرحمهم بقاو مع بعضياتهم شلدوا بعضياتهم لدرجة محسن ركع في الأرض واحد الوقيتة ملي طاح بدا كيضرب فيه زهير كذا صحابو كيشيرو واش كيضرب فيه؟ كيضرب فيه بالموس هذاك كيضرب والآخر كيضرب ضاربين مع بعضياتهم ناض الآخر غير كيزفوا بالكيلوات ميجي الكيلو جا ليه على هنايا واخا جا الكيلو داخل ولكن ما طاحش بقى شاد شوية زهير بقى كيدير جا صاحبو دار براسو بلو بحال غيفك زف عليه من هنا ومن هنا هنا ونعطى هذيك الزفه تم راجع مارش ليه الزوار هو يطيح طيح ناض محسن يعني ديك الزفه هي اللي دوخاتو دوخاتو ولكن بقى واقف ما طاحش بقى شاد شويه جا صاحبه من اللور الحبايب زف من هنا ومن هنا تم راجع بعد شوي طاح كيفاش زف بالزف بالسلاح الابيض اللي عندهم جوج اللي عندهم الموس عند محسن وحبايب زين ما كانش عندهم تا هو هز الموس غندويك اللي مدورين رقيته فاش جا الكيلو على الراس ديالو بعدا فاش جا زف عليه خاين اللي مع محسن راه داخل كي ما طاحش لقيت لي ناض محسن الموس داه وجابو جوج مرات فاش خرجوا ليه مصارنو تم راجع ماهر شريان طاح ناض محسن يقطع فيه كيما بغا هادوك الناس الخضاره ودوك اصحاب محسن والجيران فين كانوا؟ كلشي كيتفرج يعني بحال تقولي كاين موسم شحال ديال البشر انا اللي غامرت بحياتي بقيتي كتزفي انت زفيت بالجباب لدرجه ماشي الغرض لك انك تضربي شي واحد فيهم ولكن انت باش انا بغيت نفك لدرجه محسن رجع فيا انايا كيقول واش نيت غير قبل ولدك سيري في حالتك بعدي مني وانت انا والام ديال انا واش المشكل اللي وقع لدرجه انا كتعرض لحياتي خطر ولات الام ديالي كتغوط الاب ديالي شادين شادين الكاميرات السلطات شافوا كل شيء لدرجة انا قلت ما نكذبش كنت غنموت اما يقتلني ولا نقتلو انا كنت واحد الوقيته تغمضوا لي عليه مشيت محسن محسن ما بينك وبينك ما بينه وبينه والو كيبقى في داك الشيء اللي كيقطع فيه السيت والسيت يقول ما حتقوني حتقوني حتى واحد ما حن فيه ديك الساعه الوقيته اللي يعني شفنا في ذاك الفيديو تيضرب فيه بهذيك الجنويه فين كان تيضرب فيه ديك الساعه من هنا الحنقره اللي يدي نقطعوني بجوج الحناك الراس حلي هادي طير علي من هنا دقدقو كامل نفاعل حيت تقطعوا لي صباعو بثلاثه تخسر من وجهه من سنطيح تو حنكو محسن ولا بحال هيستيريا نفاعل زاك ما حتقوني حتقوني يعني ديك الساعه كنتي محكمه في العقل ديالك ما كنتيش بغيتي محسن هذاك ما بغيتوش هذاك ما بغيتش تدفن في الحبس حبس هذاك حيت هذاك هو السيكتور وتا الاخر خدام قدامنا تا هو كتحس هو السيكتور بحال ما انا والقيد والقيد الحريه من فين من هذا ما كانش قيد الحريه ما نكذبش ما كانش قيد الحريه كانوا صحاب زوير كلشي كيتفرج تا واحد ما فاك وصحاب محسن تا هما كانوا تا واحد ما فاك وتدخل كلشي باغينا فيهم بجوج باغينا في هذاك اللي مات وفي هذاك اللي تشد
يعني هذاك الشيء كنشوفوا في القيد الحريه قيد الحريه ما كانش نهائيا. ولكن هذاك اي لا واش كتجي واش كتجي كتحضر في السوق ولا ما كتحضرش؟ كتحضر كتجي كتحضر كدير خدمتها ماشي غنكذبوا كدير خدمتها كدير بزاف د الحوايج. هذاك السوق اصلا فيه بوست ديال البوليس خاصو يدار. هو كاين بعض كاين واحد البوست خاصو يدار فيه البوليس. انا داك الشارع شحال تقريبا هو مبني هذاك البوست ديال البوليس؟ راه مد راه شحال قديم داك البوست كاين تما عمره ما خدم عمره ما خدم. قولي لي باش نرجعوا للتفاصيل ديال الحادث الوقيته اللي زهير تضرب وبقات يضرب فيها هذاك انت حاولتي انك انا حاولت مع محسن المشكل انت الغرض لك هو انه ما بغيتش حتى واحد فيهم يتزاج وحتى واحد ما يتأدى اكثر واحد ما بغيتش يتأدى. انا باقي حاليا مريض واخا ما بغيتش بزاف. انت بحكم العلاقه محسن كيحط الطبله ديالو قدامكم ياك هادشي اللي كاين؟ قدام الدار عندنا. واش كاين يعني علاقه بينه وبين اخت زهير المرحوم زهير ولا ما بيناتهم والو كما تتقول هي في الفيديو؟ هي ما نكذبش مابقاش بيناتهم شي علاقه مده من وقع الخصوم الاخر ديال التنازل اللي داروا مع بعضياتهم من تما مابقاش شي حاجه بينه وبين نهيلة بينه وبين محسن ما بقاوش نهائيا. ما بقى كيهضر معاه ما بقاش كتهضر معاه ما بقاش شي علاقه بيناتهم 100% لان هي اصلا كانت مسافره ما كانتش هنايا هي خدمات في بلاد اخرى بعدات وعطات الطيقار مشات لكازا وبعدات منه نهائيا ما كدوي معاه ما كيدوي يعني بعد عليه. هما الناس اللي كيعمروا بعضيات زهير ومحسن اللي خلاه ينفع ويديروا هذا الشيء كامل يما الدري بعدات منه. كيفاش شكون اللي عيط لومبيلونس؟ الناس اللي عيطوا الناس اللي عيطوا لومبيلونس الناس اللي كانت كتفرج اللي باغا دير الباز بالفيديوهات هما اللي عيطوا هما فرحين عيطوا على البيروس والبوليس باش يدخلوا يفكوا كرجال ولاد اس في حرار ما كاينش وقا ولاد عزيب درعي بير والرجال كفكوا ما لقاو غير متفرجين بحال عاود داخلين ساكتين وصح انا ما ندوي بزاف. الوقيته اللي جات لومبيلونس كيف واش زهير هزوه ميت هزوه ميت فارق الحياه هو باقي في بلاصته صافي شكون اللي طلع طلعت شور وقايه ولكن قبل ما تطلع طلع محسن هو الاول طلع بوحدو ما طلع واحد هو الاول ضرب الباب حلو برجليه وطلع. ما جاوليش البوليس؟ جاو لي البوليس كانوا جدوا معاه البوليسي قال لي سبوا قال لي ما مشيت تطير لك راسك هدد البوليسي البوليسي حيت عارفوا من فاعل وعارفوا بحال هيستيريا ما دواش معاه خلاه طلع على البيرونس وباش يهود ليهم اضطروا زهير يهزوه معاه. علاش طلع هو لومبيلونس؟ تاهو مقطوع عليه صباعه بثلاثه ومحنك في حنكو في سنطيحتو يعني تاهو كله مضروب كتاف وكل شيء مضروب. شكون اللي مضروب معاه؟ مضروب غير محسن فقط هو اللي مضروب اما اللي كانوا معاه مدور حتى واحد فيهم مضروب صحة سلام. وزهير هو من كان؟ زهير كان هو افرى من الضرب في صبعو وما عاد في راسه. زهير هو اللي مضروب معاه الطرف اللي جاك تاهو كيدافع عليه. انا رسالتي السي الحموشي انا بغيت نقول لي المخزن ديال اسف راه داير خدمته ودار فوق الجهد ديالو اسفي كبر وخاصو مخزن كثير لان الاجرام كثير بزاف هادشي اللي بغيت نقول انا بغيت يطبق الاعدام انا باغي الاعدام لفهادشي اللي وقع هادشي اللي كنطالب وخاص يطبق باش هادشي ما يبقاش يكثر.